رحبوا معي مشاهدينا بعازفة البيانو ومغنية الأوبرا الإماراتية فاطمة الهاشمي. فاطمة مساء الخير. أهلين، مساء النور. فاطمة، بداية وأنت تذوقت وشربت الفن الفرنسي، من وجهة نظرك اليوم يزور رئيس الدولة حفظه الله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يزور الجمهورية الفرنسية، برأيك أنت يا فاطمة ما أهمية وما رمزية هذه الزيارة؟ بالتأكيد مثل ما نعلم إحنا دولة فرنسا أو جمهورية فرنسا هي غنية بالثقافة والفنون، وبالذات لها تاريخ عريق، فهذه الزيارة أكيد هي عبارة عن خطوات راسخة لمستقبل الإمارات وللأجيال القادمة. لمدى أهمية الفنون بالأخص والثقافة، أكيد لجعل وصقل هذه المواهب وجعلها مهن للمستقبل. هذه الزيارة أكيد ستكون داعمة لمجال الفنون بالتحديد، وهذا من قبل دعم صاحب السمو رئيس الدولة. وهذا لاحظنا هذا الشيء صراحة باهتمامه بالفنون في الفيديو المتداول من قبل كم من يوم لما تكلم مع الشعب الإماراتي والمقيمين فيه. شاهدنا ولاحظنا وجود الأعمال الفنية في هذا الفيديو والصناعات الإماراتية كذلك، فهذه رسالة للعالم على مدى وجود وحضور دولة الإمارات عالميا قادة وشعبا.